السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا نعمل بقى مخلل الجميل ده عشان رمضان بقى. كل سنة وانتم طيبين. اهو بالشكل ده. دلوقتي هننضفه ونقطعه ونغسله ونشوفه مع بعض. احلى شوية لفت لرمضان. وغسلنا كويس بالشكل ده. قلنا نغسله كويس قوي 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 بالشكل والجمال والروعة دي. اهو حاجة بجد روعة روعة. احلى شوية لفت. غسلنا كويس جدا وهنحطه سليم كده بالشكل ده وهنشقه شقة واحدة. الشقة دي عشان ما يتهريش مش هنقطعه خالص. والرمضان ان شاء الله نعيشنا. كل سنة وانتم طيبين. خلاص هو على الابواب. فاحنا كل ده هنحطه فين بقى؟ هنحطه في البرطمان كده عشان ما يتهريش. اللي احنا كنا عاملينه كناه وقلنا ايه نعمل بقى شوية حلوين كده وهنعمل برضو تاني. اهو احلى شوية لفت مخلل وبنجرايا من الفريزر. طبعا قشرناها ونضفناها كويس وهنحطها سليمة. ودلوقتي هنشوف هنعمل ايه. اهو هنفضيه بقى ونشوفه مع بعض. احلى شوية لفت لرمضان. وشقناه كله بالشكل ده كله. فتحناه شقة صغيرة بس بالشكل ده كله. شقناه بالشكل ده شقة صغيرة وهنحطه بالشكل ده اهو. وهنحط البنجرية كده سليمة اهو بالشكل ده اهو. ولا احلى ولا اروع. يقعد معاكي من السنة للسنة. لو قعدتيه من السنة للسنة هيقعد بالشكل ده اهو. الشكل ده احلى شوية لفت. وبعرشه كده يقعد بقى معاكي الفترة اللي انت عايزاها كلها. اهو ولا احلى ولا اروع بالشكل ده. هنجيب هنحط 4 معالق ملح على الكيلو. اهو 4 معالق ملح. وانتي هتحطي على حسب ما هو ايه ياخد. وهنحط معلقة كبيرة سكر. ده يفضل يخليه مقرمش لاخر حتة. دلوقتي هنحط له بقى المية ونشوفه مع بعض. وخلصناه. حطينا له 4 معالق ملح. وما تدوقيه هتحطي له طبعا اللي محتاجة ملح تاني حطي. مش محتاجة خلاص. حطينا له كده البنجر البنجراية فيه. وحطينا معلقة السكر عشان القرمشة بتاعته. وكده لو قعد سنة هيفضل معاكي من السنة للسنة. وما ملتوش قوي خليته لحد هنا لان هو هيبك مية وينزل هيغطي بقى هنا. كل ده هينزل لتحت والمية تبقى هنا. فانا ما ملتوش قوي. اهو المية قليلة. المية لحد هنا. حطينا قرنين فلفل. والمية لحد هنا. وهو الصبح ان شاء الله يدبل وهينزل مش هيحتاج مية تاني. يا خالتي بالشكل ده احلى شوية لفت لرمضان. احلى شوية لفت. نقفله بقى كويس ونسيبه وننساه بقى. اهو ولا احلى ولا اروع. شكرا.
كتير.